احنا كنا وصلنا في البرنامج بتاع الآلة الحاسبة بتاعنا ان احنا لو كتبنا الكود بالشكل ده ما مش هيعمل لي حاجة غير ان هو هيحط لي الكلام اللي مكتوب جوه تكست بوكس 1 جنب الكلام اللي مكتوب جوه تكست بوكس 2. فاحنا عدلنا الكلام ده بان احنا كتبنا val وحطينا التكست بوكس دوت تكست جوه قوسين وحطينا قيمة في label 1 عادي. فانا دلوقتي عايز اعمل حاجة تانية مختلفة تقربني شوية لشكل الآلة الحاسبة الحقيقية، ان انا عايز اكتب اول عدد وتاني عدد وبعدين ادوس زائد، ما يطلعليش الناتج الا لما ادوس يساوي. يعني انا بزائد دي هعين بس العملية اللي انا هعملها. فتعالوا نشوف الكود بتاع البرنامج اللي فات كان بالشكل ده. كنت هتكتب جوه الجمع val text box 1 dot text زائد val text box 2 dot text بيساوي label 1 dot text، وبتعيد نفس الكود مع تغيير الإشارة. هاجي بقى في الكود بتاع البرنامج بتاع دلوقتي، هكتب dimension x as string تحت public class form 1، وهاجي عايز لما ادوس على البطن بتاع الزائد يبدأ يحط لي جوه الصندوق بتاع الاكس يحط لي علامة الزائد ويحط لي علامة الناقص جوه الصندوق بتاع الاكس لو دوست على الناقص وهكذا. وهاجي لما ادوس يساوي هيبدأ يبص على الصندوق اللي اسمه اكس ويشوف الفاليو اللي جواه ايه، وعلى حسب العلامة اللي موجودة جوه اكس هيبدأ يطبق الكود. فانا كان ممكن اكتب هنا 1 و2 و3 وهاجي هنا اكتب 1 و2 و3، ولكن انا كتبت زائد وناقص وفي عشان يبقى الكلام واضح بالنسبة لي، عشان انا شخصيا لو فتحت الكود بعد فترة ابقى فاهم انا كنت عملت ايه، ابقى رابط العلامة اللي انا عاملها هنا بالعملية اللي بيعملها الكود. فانا دلوقتي تخيل معايا ان انا كتبت عددين جوه التكست بوكسز دول وبعدين دوست زائد، دلوقتي الصندوق اللي اسمه اكس بقى متعين فيه علامة الزائد، لما هاجي ادوس على اللي يساوي هيبدأ يطلع لي نتيجة العملية دي، هيبدأ يحط ليبل 1 هيحط فيه مجموع التكست بوكس 1 زائد التكست بوكس 2. وهاجي في السطرين دول مش مهمين قوي هيفضوا لي التكست بوكس 1 تكست بوكس 2 ولو انهم ما لهمش لازمة هنا. تعالوا نشوف بعد كده، عايز امسح تكست بوكس 2 واضيف جروب بوكس من التول بوكس بتاعتي، وعايز اخلي ان انا لما هكتب هنا اول عدد وادوس زائد يبدأ يمسح لي التكست بوكس ويشيل اول عدد جوه محفظة، وبعدين اما ادوس يساوي بعد ما اكتب تاني عدد زي الآلة الحاسبة هيطلع لي ناتج على الليبل. يعني انا دلوقتي هكتب 10 وبعدين ادوس زائد هيشيل ال10 دي يحطها جوه صندوق، وهيشيل الزائد يحطها جوه صندوق، وبعدين اكتب تاني عدد 50 مثلا وبعدين دوست على يساوي هيجيب بقى ال10 ويجيب العملية اللي هي الجمع ويجمعهم على اللي موجود دلوقتي في التكست بوكس. فتعالوا نشوف هوصل للكلام ده ازاي. هاجي تحت public sub form 1 هعمل declare لل operation as string وال x as integer، وهاجي لو دوست على زائد انا متوقع دلوقتي ان انا قبل ما ادوس زائد اكون كتبت عدد جوه التكست بوكس، يبقى انا دلوقتي عندي عدد في التكست بوكس وجيت دوست على زائد اول حاجة هيعملها هيعين لي value لل operation هيحط فيها الشكل اكس. خد بالك لان اكس الاوبريشن ده سترينج انا عامله، اي قيمه هحطها له لازم تبقى ما بين دبل كوتيشن. وهاجي هنا هقول اكس هتساوي الفال بتاع التكست بوكس 1 دوت تكست، شلت الكلام اللي موجود او لسه ما شلتوش، يعني خدت الكلام اللي موجود في التكست بوكس 1 حطيته جوه الاكس، وهاجي هنا هفضي التكست بوكس عشان يبقى جاهز للفاليو الجديده. تعال نكمل كده وكاني بعمل العمليه كامله. انا كتبت 10 جيت دوست زائد الاوبريشن بقى عندي محطوط فيها علامة الزائد، الاكس بقى محطوط عندي ال10 اللي انا لسه كاتبها، والتكست بوكس بقى فاضي مستعد لان انا اكتب تاني عدد اللي هو 40 مثلا، وهاجي هدوس على يساوي. لما اجي ادوس على يساوي هيعمل ايه بقى؟ هياخد الاف زين الكونديشن بتاعها هو الاوبريشن، هيبدا يبص على انهي اوبريشن عندك عشان يبدا ينفذ الكود اللي تحتها، فهيلاقي الاوبريشن هي الجمع فهيبدا ينفذ الكود ده. هياخد العدد اللي متسايب جوه اكس هيجمعه على العدد اللي موجود حاليا جوه التكست بوكس وهيحط الناتج في ليبل 1 دوت تكست، وهيوصل اول لما هيلاقي الس اف هيبدا ينط لغايه اند اف وهيفضي التكست وهيبدا يعمل اند للصف وهتطلع الناتج ان شاء الله. هيبقى عندك مشكله هنا في القسمه ان انت مش هتقدر تقسم على صفر،
فلازم تحل المشكلة دي، فكر فيها كويس، حاول تطبق الأول الكلام اللي احنا خدناه، وهتلاقي حل المشكلة بتاعة القسمة بسيط إن شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية برنامج الكالكوليتور اللي هو البسيط بتاعنا، لغاية ما هنكمله في دروس جاية إن شاء الله.